أهلا بكم ويانا في هذه الحلقة من برنامج صحتكم أمانة. كثيرة هي العناوين اللي نقراها حول الأمراض وجديدها فيروس كورونا، وهذا المستجد اللي ممكن يأثر على عقولنا إذا جهلوا الجميع طريق الوقاية منه. ونحن وياكم اليوم بنفتح أمامكم طريق الطمأنينة من كل جديد ممكن يعكر حياتكم ويترك أثر سلبي فيها. شوفوا الفيروس، نتكلم نحن كثير عن الفيروس ولكن الكثير ما يفهم أو ما يعرف شو هو الفيروس. خلونا نشوف هذا التقرير على الأقل نتعرف فيه من خلاله على الفيروس. أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة صحة دبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور وبكل اللي يشوفونه الحين. الله يعطيك الصحة والعافية. نسمع عن فيروس، تلاحظين أنت الكثير ممكن يتحدث عن كلمة فيروس، ونحن أصلا يعني البشر نعيش في وسط فيه مخلوقات كثيرة، مخلوقات ممكن تشوفنا بالعين المجردة أو نشوفها بالعين المجردة، ومخلوقات تأثر فينا لكن ما نشوفها، من جراثيم نقول نحن بكتيريا، فيروسات، عبارة عن فطريات. ولكن إذا نحن قلنا في وقتنا الحالي الكل يتكلم عن كورونا، كورونا والكورونا فيروس، صحيح. فإذا أنا جيت عند الدكتورة المختصة من جهة موثوقة، نحن ما نروح أي جهة ونسأل عنها، لا، نبغي معلومة ناخذها والمعلومة تكون صحيحة. الفيروس، شو الفيروس؟ مثل ما ذكرت دكتور علي في البداية، الفيروس عبارة عن مخلوق مثل أي مخلوقات أخرى، يحتاج خلية حية عشان يعيش فيها. هاي الخلية الحية ممكن في الحيوانات، ممكن في الإنسان، ممكن حتى بعد في النباتات. طبعا احنا يوم بنتكلم عن فيروسات الكورونا هي بعد مجموعة كبيرة فيها عدة سلالات وفيها عدة أنواع. زين، قبل ما نحن ننتقل إلى فيروس كورونا، خلينا نحن نتكلم عن الفيروس نفسه. الفيروس هذا لما نحن نتعامل معه، لما يجينا، خلى أي فيروس عام، كيف ممكن يتفاعل في جسمنا؟ شو ممكن يسوي في جسمنا؟ وكيف الجسم يتعامل معه؟ طبعا الفيروسات أول ما تدخل الجسم ممكن يعني تعمل عدد عديد من الأعراض، يعني الأعراض هذه تختلف يعني على حسب نوع الفيروس وعلى حسب مناعة الجسم هذا وعلى حسب كل شخص ومناعته على مواجهة هذا الفيروس. إذن هل معناته أن الجسم كمناعة الجسم ممكن هو اللي يتخلص من الفيروس أكيد. أفضل من الدواء أكيد. كأي ممكن. فيروس عادي أكيد. هذا ومثال شيء. مثلا نزلة البرد صحيح. مثال في فيروسات معينة صحيح. ممكن نحن في بعض الفيروسات نستخدم معاها أدوية، لكن معظم الفيروسات الجسم ممكن هو اللي يقاوم، قادر على التغلب عليه، لكن هناك في فئات معينة تستوي لها مضاعفات أكثر، وهي الفئات اللي تكون مناعتها أقل، يعني مثل ما نقول الناس اللي عندهم مثلا أمراض مزمنة مثلا ممكن، أو الناس اللي مثلا يأخذون بعض الأدوية اللي تقلل بعض مناعتهم ممكن تكون مقاومتهم للفيروس هذه تكون أقل. الناس ما تتكلم وايد عن موضوع، احنا مثلا لو تكلمنا عن نزلة البرد نحن ما نروح ما نتعمق في المعلومات، لان نحن نعتبر ناس عاديين، يعني صحيح. الناس العاديين او رجل الشارع العام ما يتعمق في المعلومات اليومية، لان في فيروسات موجودة او موسمية ممكن تقتل يعني اعداد هائلة صحيح. لكن لان الجهات المختصة الصحية تعرف كيف تتعامل معها صحيح. وتعرف الاعداد، يعني مثلا نزلة البرد ممكن تأثر في كبار السن صحيح. ممكن يعني يفقدون حياتهم من خلال نزلة البرد صحيح. ولكن الناس اليوم، عامة الناس كل واحد قاعد يتكلم عن موضوع مهم كورونا، وهولوا الموضوع بمعنى صحيح. ان هذا الفيروس فتاك صحيح. الانسان هذا يفكر فيه انه ممكن يجيني هذا الفيروس ويقتلني. فاذا تكلمنا عن فيروس كورونا بالتحديد، كورونا ما هو فيروس كورونا؟ زين، مثل ما ذكرت انت في البداية ان الفيروسات يعني تتعامل مع يعني الخلية
أو تتعامل مع البشر يعني بطريقة أو بما. إنزين إحنا لو نتكلم عن فيروسات الكورونا هي عبارة عن مجموعة كبيرة فيها عدة سلالات وفيها عدة أنواع. من هالأنواع طبعا مثل ممكن عصرنا لما سمعنا عن فيروس السارس اللي طلع في 2003 في الصين، في مثل عندنا فيروس متلازمة الشرق المتوسط اللي طلعت في 2012 في السعودية. إنزين الحين شو اللي هي فيروس جديد مستجد يعني هذا الصنف ونفس اللي كان في 2012 هو اللي كان قبله بس تغير شوي. انزين شوي. الحين شو هو الفيروس اللي تغير؟ زين احنا نقول فيروس كورونا، ليش سميناه كورونا؟ هي عبارة عن فيروسات تاجية او يسمونها الفيروسات التاجية. ليش؟ لان السطح الخارجي للفيروس فيه بعض النتوءات او البروز تشبه التاج، والتاج باللاتيني يسمونه كورونا عشان يسموها كورونا فيروس. طبعا هذه عبارة عن مجموعة تسبب عدة أعراض أو أمراض تنفسية. هاي الأمراض التنفسية يعني مختلفة الحدة، ممكن تكون أقل حدة، يعني ممكن تسوي مثل أعراض البرد، الكحة مثلا، ممكن يعني الحمى، ممكن أو ممكن الأعراض البسيطة، أو ممكن تتطور إلى أعراض أكثر شدة بتعتمد على مناعة الجسم، تعتمد على يعني الأشخاص اللي ذووا عرضة للخطر أكثر. زين هل معناته اليوم أنا كإنسان عادي وفي في هذا الهلع اللي موجود كورونا هل أنا ممنوع من السفر؟ دكتور الحين إحنا إذا بنتكلم عن السفر في دول هناك موبوءة وفي دول تحذر أن يعني عندها نسبة الإصابات يعني عالية، فإحنا نقول دائما نكون يعني حذرين من هاي النقطة ونحاول نمتنع عن السفر لهاي الدول. لكن إذا صار واضطرينا احنا يعني نسير لأي دولة من هاي الدول يجب علينا ان احنا ناخذ كل الإجراءات الوقائية، مو بس ناخذ الإجراءات، نشدد على الالتزام فيها. لأن ليش أقول أنا هالسؤال دكتورة؟ هني نحن كناس عاديين لازم ما نطلع من إطار الدولة. صحيح. اليوم دولتنا تهتم فينا. صحيح. تهتم في صحتنا وتقولنا متى يعني نتصرف وكيف نتصرف. صحيح. يعني مو معناته أنا أحصل على معلومة موجودة من السوشيال ميديا ولا معلومة توصل عندي وأنا يعني مباشرة أصدق المعلومة هذه وأطبقها، لا، مش بس أطبقها، أنشرها بعد. صحيح. فاليوم حتى مثلا الأمور الصحية إذا كنت أنا إنسان عادي مش ملم فيها، ممكن أقرأ فيها، مثلا أدخل الشبكة العنكبوتية الإنترنت وأبدأ أقرأ، ولكن حتى لو فهمت المعلومة ما بفهمها بصورة كاملة، لازم حد على الأقل يفهمني إياها. فالهلع هذا مو لازم. وعشان احنا نقول دائما ناخذ المعلومه من مصادرها الموثوقه، يعني احنا عندنا حين مؤسسات صحيه، يعني عندنا في دولتنا طبعا بكافه انحاء الدوله ناخذ المعلومه من مصادرها الموثوقه من الناس المختصين، ونحاول ما نتداول الاشاعات هذه، وحتى لو وصلتنا ما نساهم ان احنا نرسلها لغيرنا. ترى اذا ارسلنا معلومه غير صحيحه كنحن نشرناها ترى هي مسؤوليه وطنيه. صحيح. اعتبر اني انا شاركت في نشر الشائعة. صحيح. يعني مو بس في بعد منها. أنت بعد شاركت أن أنت تنشر الخوف في بين هذا المجتمع. ومش مطلوب الخوف والدعم. صحيح. زين العلاج والوقاية، خلنا في العلاج عقب ندخل في الوقاية. زين العلاج لحد الحين نحن بالنسبة لفيروس كورونا المستجد لحد الحين ما في علاجات يعني معتمدة من المنظمة الصحة العامة أو من منظمات العالمية الصحية، لكن في هناك علاجات أعراض اللي ممكن يسببها هذا الفيروس. إنزين الشيء الثاني والمطمئن طبعا أغلبية الحالات يعني تتم تطلع عندها بعض الأعراض البسيطة واللي ممكن يعني تروح مع الوقت وفترة العزل. النقطة الثانية عندنا بالنسبة للقاح لحد الحين ما صار أي يعني لقاح يعني أو ما بعد ما اكتشفوا أي لقاح ممكن ينفع في موضوع الفيروس المستجد. دكتورة الحين كونك أنت من جهة موثوقة بندخل في عالم السوشيال ميديا شوية.
شو اللي أنت وصيت يعني تبغين تقولي لهم تنصحينهم كيف يتعاملون مع الأخبار اللي هي موجودة في السوشيال ميديا؟ وجودنا نحن في دولة الإمارات في بيئة مختلفة، بيئتنا نحن، كيف هم يتصرفون في أنهم يطمنون أهلهم وناسهم؟ صحيح، نحن يعني مثل ما ذكرت قبل شوي أن احنا ناخذ المصادر يعني المعلومات مصادرها الموثوقة وما نتبع الشائعات هذه. نشوف في مواقع وايد يعني حتى يعني بتطلع لك بأسماء يعني مزيفة أو حتى ما تكون أسماء أو حتى جهات معنية وحقيقية، ويطلعون أخبار ممكن تسوي هذه شوشرة للمجتمع. فإحنا أي شيء إحنا شاكين فيه نسمع عنه، يوصلنا حتى بالواتساب أو يوصلنا حتى نتأكد، ندخل على المواقع الرسمية للأماكن هذه ونشوف هل هذا الخبر صحيح. ممكن في جهات الاتصال كذلك، في مراكز اتصال معتمدة عندنا على مستوى يعني الإمارات كلها، يعني في عندنا هيئة مراكز اتصال في هيئة الصحة بدبي، عندنا في هيئة الصحة بأبو ظبي، وكذلك يعني وزارة الصحة. ممكن هذه الأرقام ممكن نتصل فيهم، ممكن نسأل هل هذا الخبر صحيح. لازم نجتهد أن ندور معلومة طريقة صحيحة، مو بأسهل شيء خلاص أنا لا. المبدأ دائما نقول نحن يعني مجتمع دولة الإمارات نحن مجتمع متكاتف، والمغفور له الشيخ زايد يعني شعاره كان الاتحاد. صحيح، فنحن اليوم حتى الاتحاد في لما نحن نستخدم كلمة الاتحاد نستخدم الاتحاد في الفكر قبل اتحاد الأجساد. صحيح، فاليوم لما نحن نتعامل مع هذا الموضوع لابد أن كلنا نتكاتف. يعني المبدأ مو بأنا أشوف كيف يتصرفون في الدول الثانية وطبقة في دولتي، لا، أنا هني تحت مظلة، والمظلة الحالية جميع الهيئات الصحية متحدة مع بعض، وجميع الجهات اللي تشارك الصحة كذلك متحدين مع بعض في فريق واحد، فلازم أنا أكون تحت مظلة الفريق الواحد. صحيح، وأكون يعني جندي معاهم، بمعنى أن ما أنشر هذا الذعر. يعني ونكون ثقة على ثقة. نعم، على ثقة من حكمة حتى قيادتنا، نكون على ثقة من منظومتنا الصحية أن ها كل الأشياء اللي ياصل تصير وكل هالجهود بتعاون كل الجهات هذه في النهاية تصب لمصلحة واحدة، هدف واحد، وهي حماية المجتمع من هذا الفيروس. خلني أنا أكون إنسان بسيط، إنسان كأني من الشارع العام، زين دكتورة، الفيروس بيجتلني؟ بقول لك لا. زين الدكتورة هذا الفيروس ممكن يدمر جسمي؟ طبعا شوف احنا شو بنقوله، بنقوله في النهاية هذا الفيروس بيعتمد على شو؟ يعتمد على مناعة الجسم. زين، اغلبية الحالات نقوله في يعني تقريبا 80% من الحالات اللي هي كانت اعراضها بسيطة شافت الوقاية. هني ترى الحين يوم قلت لك، زين دكتورة انت قلت لي عن المناعة، كيف اقوي مناعتي على اساس حتى الفيروس اذا كان ضيف عندي في الجسم بدون ما أنا أتعب أو أتعب كثير؟ صحيح، الفيروس هذا ينتهي والله سبحانه وتعالى يبعده عني، فشو أسوي عشان مناعتي تقوى؟ طبعا هناك في أساليب وقائية، في أساليب احترازية الواحد لازم يتبعها، مو علشان بس يعني موضوع الفيروس الكورونا واللي الحين صار حديث الوقت هذا، لا، عشان كل الفيروسات. احنا مثل ما ذكرت قبل شوي دكتور، في فيروسات ممكن يعني نسبة الوفيات حتى فيها أعلى عن الكورونا هذا. نعم، وممكن تسبب حتى أعراض أكثر منها بعد الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا الموسمية يعني نسبة الوفيات في السنة تفوق وايد نسبة الوفيات اللي حين عندنا في الفيروس كورونا المستجد. يعني في خطوات مهمة احنا ناخذها نتبعها بحياتنا، واللي هي مثل ما قلنا اللي هي آداب غسل اليدين. مثل آداب غسل اليدين عندنا وايد مهم ان باستمرار، ان بعد مثلا ما نلمس الأسطح المعينة، مثلا بعد ما يعني اذا شكينا في حد مثلا مريض عنده اعراض تنفسية نحاول نغسل يدينا لمدة 20 ثانية، اذا ما حصلنا نحاول يعني نستخدم ممكن المعقمات، ممكن السوائل الكحولية هذه او المعقمات. في شيء ثاني بعد يعني اتيكيت العطس والسعال، هذا واحد يبغى يعطس يعني حاول يغطي يعني يعني الفم او انفه يعني بالمنديل ويحاول يتخلص عنه منه بسهوله يعني بطريقه مناسبه، وفي نفس الوقت ما يستخدم كف يدينه. دائما احنا نشوف هذا تصرف دائما وعادات خاطئه، يعني يستخدمون كف اليدين، ممكن هذا الشيء تكون يعني فيها يعني بعض الرذاذ المتطائل اللي فيه الفيروس هذا وممكن ينقله لنفسه. فإحنا نقول دائما ممكن إذا ما توفر عندكم المنديل ممكن تستخدمون الذراع المثنية لما تعطسون أو تكحون. النقطة الثالثة كذلك أن نتجنب بعد يعني المقاربة الشديدة للأشخاص اللي عندهم بعض الأعراض التنفسية.
أو نشوفهم مثلا يعطسون أو يكحون، ما نحاول نتقرب منهم، نحاول نقلل من السلام أو القرب الشديد منهم. إنزين، ولأن هذه النقطة مهمة، لأن ممكن تساعد على نقل الفيروس. مثل ما نعرف فيروس كورونا المسجد هذا ينتقل عن طريق الرذاذ. الرذاذ لما الواحد يتكلم، واحد يسعل، هذا الرذاذ ممكن ينتقل، أو ممكن يسعل أو يعطس ويكون على السطح نفسه، أنت تلمسه بيدينك وتحط على عيونك ولا على وجهك. كلمة أخيرة. صحيح. كلمة أخيرة، شو نصيحتك؟ كلمة أخيرة طبعا، كلمة مش كبيرة، لا جملة كذي. طبعا احنا في دولة الامارات اول دولة عربية يمكن اعلنت عن وجود حالات مؤكدة. هذا يعطي دلالة واحدة، يعطي دلالة ان عندنا مراكز تقصي ومراكز يعني ترصد فعالة، تعمل بكفاءة جدا عالية. هاي المراكز اليوم قادرة على شو؟ على اكتشاف الحالات، قادرة على تتبع الحالات. ما في داعي للهلع، ما في داعي للخوف. احنا اليوم نحب نطمن ان بقيادتنا الرشيده، ان منظومتنا الصحيه، ان بتعاون كل الجهات المعنيه، ان كل اللي يسمعونا بتعاونكم وبعد وبتفهمكم، ان شاء الله بتكون فتره وتعدي. وعلى بعد برنامجنا صحتكم امانه. ترى هاي الكلمه انت الحين دكتوره، اعزائي المشاهدين، اشكر الدكتوره بدريه الحرمي مدير اداره حمايه الصحه العامه من هيئه صحه دبي، لان بالفعل طلعنا ببرنامجنا اليوم هذا لان صحتكم امانه علينا. بنرجع لكم في حلقات ثانية ونبين لكم آثار أخرى عن مواضيع كورونا. ورد وأقول لكم تلفزيون دبي، مؤسسة دبي للإعلام، قرروا أن يأخذون مبدأ صحتكم أمانة لتطمينكم. انتظرونا في الحلقات القادمة.